أرحب بكم مشاهدين الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير. وبداية نرفع أسمى التهاني والتبريك لمقام صاحب الجلالة الملكي عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وللأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة عيد الفطر السعيد. دعينا الله أن يحفظ جلالته والأردن الغالي بخير وأمان واستقرار. وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز العناوين. المطران جبارة يزور رعية السيدة العذراء للروم الكاثوليك بجبل عمان. رئيس الأساقفة بيير باتيستيا باتسبالا يرعى حفل الإفطار الرمضاني بسيدة السلام. كنيسة قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي تحتفل بعيد رعيتها. أهلا بكم. قام سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية باترا وفيلادلفيا وسائر الأردن بزيارة رعوية هي الأولى لكنيسة السيدة العذراء للروم الكاثوليك بجبل عمان، حيث ترأس سيادته القداس الإلهي بحضور السفير البابوي المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن. إلى التفاصيل. باركة مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. استقبلت رعية كنيسة السيدة العذراء للروم الكاثوليك بجبل عمان سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية باترا وفيلادلفيا وسائر الأردن في زيارة رعوية هي الأولى لسيادته، حيث ترأس خلال القداس الاحتفالي بحضور السفير البابوي لدى الأردن المنسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن بمعاونة كاهن الرعية الأرشمندريت نادر ساووق وبمشاركة لفيف من الأباء الكهنة من الكنائس الرسولية ومجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك وجوقة الكنيسة واللجنة التنظيمية فيها والمرنمين وجمع من المؤمنين. لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. وبعد قراءة الإنجيل المقدس قدم المطران جبارة عظة القداس حول الدعوة وكيف نعرف أننا مدعوون سواء للكهنوت أو الرهبنة وكيف نكون أتباعا للمسيح. وأنا اليوم أدعوكم وأدعو نفسي أن يكون لدينا ذلك الإصغاء لصوت السيد المسيح اقتداء بكلام الرب: أترك كل شيء واتبعني. إذن كل شيء بالحياة صار دعوة، دعوة الخوري، دعوة الرهبة، بأن نص الوثيقة هي دعوة خاصة في الكنيسة. نحن بحاجة لخدام في الهيكل، لخدام في الكنيسة، ننتقي كاهن، ننتقي راهبة، ننتقي أسقف من أجل خدمة الجماعة. ولكن عندنا الدعوة بالمعنى الواسع، دعوة المعمودية اللي أخذناها كلنا سوا، هيدي الدعوة من ننميها بحياتنا حتى تقدر تتجاوب مع متطلبات اللي بيطلبها منا السيد المسيح. ليلي بدعي نفسي وبدعيكم إنه يكون عنا هذا الإصغاء كلنا سوا لصوت يسوع اللي بيرجع الليلي بيقول لي: أترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. بدنا نصدق هالكلمات إخوتي الأحبة ونصدق دعوة الرب لنا بهذا المساء. أمين. وألقى الأرشمندريت ساووق كلمة ترحيبية جاء فيها: لقد اجتمعنا في هذه الكنيسة لنحتفل بالذبيحة الإلهية ولنصلي معا إلى الله العلي القدير بقلب وفم واحد ليحفظ وطننا الأردن بأمنه واستقراره، مؤكدين التفافنا حول قيادتنا الهاشمية الحكيمة وقواتنا المسلحة ليظل الأردن قلعة صامدة أمام كل التحديات. لقد اجتمعنا في هذه الكنيسة لنحتفل بالذبيحة الإلهية ونصلي معا إلى الله العلي القدير بقلب واحد وفم واحد أن يحفظ وطننا الأردن في أمنه واستقراره أن يحفظ وطننا الأردن في أمنه واستقراره بشفاعة القديس النبي
يوحنا المعمدان شفيع بلدنا الحبيب، وهذه البلاد المحروسة من الله تعالى وتحت رعاية صاحب الجلالة ملكنا المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم. مؤكدين من رحاب هذه الكنيسة المقدسة التفافنا حول قيادته الهاشمية الحكيمة وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ليظل الأردن قلعة صامدة في وجه التحديات الداخلية والمؤامرات الخارجية التي تحاك ضد وطننا الحبيب الأردن. أبينا ورعينا المحبوب جوزيف، كما أحببناك أخاً ورفيقاً في الدراسة اللاهوتية، يزداد حبنا لك بوجودكم معنا أباً وراعياً. لذلك نرفع دعانا وصلاتنا إلى الباري تعالى بشفاعة أمنا مريم العذراء شفيعة هذه الكنيسة المقدسة أن يوفقكم يا صاحب السيادة في مهمتكم وخدمتكم الأسقفية، أن يحفظكم ذخراً وسنداً لهذه الأبرشية ويمتعكم بموفور الصحة والعافية ولسنين كثيرة يا سيد. وأشاد عميد الرعية السيد كمال فاخوري في كلمته بعميق الامتنان لزيارة سيادة المطران ومشاركته أبناء الرعية، مضيفاً: تزدهر هذه الكنيسة وتزهو بزيارة المطران جبارة، راجين له خدمة أسقفية مباركة في بلده الثاني الأردن، فنحن جميعا معك من أجل خدمة الكنيسة والرعية. ونتمنى على سيادتكم وعلى هذه الأبرشية، أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن، أن يكون هذا الشعار هو شعار المطر هو الذي ينمي الأزهار للرعي، ونتمنى عليكم التوفيق في هذه الأبرشية التي ستتطلب الجهد الكبير والتعب، وأنتم لها تتطلب كنائسيا ومدارسا وكشافة وأخوية تتطلب رعاية خاصة، ونرجو أن لا يأتي يوم يا سيادة المطران تقول فيه رب يوم بكيت منه فلما انقضى بكيت عليه. إن شاء الله ما بيجي هذا اليوم، ونحن ثقتنا كبيرة بكم، كل الثقة بأنك ستنجح إن شاء الله، ونحن معكم قلبا وقالبا. وقدم الأب ساووق باسم الرعية هدية تذكارية لسيادته كعربون محبة وشكر متبادلين معه الصور التذكارية. برعاية المدبر الرسولي رئيس الأساقفة بيير باتيسيا باتسبالا، أقامت اللجنة المسيحية الإسلامية لمركز سيدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة حفل الإفطار الرمضاني السنوي لأطفال وطلاب المركز وذويهم، بحضور السفير البابوي لدى الأردن المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن والقائم بأعمال السفارة البابوية بعمان المونسنيور ماورو لالي والبطريرك فؤاد طوال والمطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن والمطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن والمطران سليم الصايغ ولفيف من الأباء الكهنة والراهبات وممثلي مؤسسات وهيئات دينية وخيرية وجمع من المدعوين. وفي كلمة الافتتاح قال مدير عام المركز الأب شوقي بطريان: يمر على هذا المركز في كل عام مئات الأشخاص، ومن خلالهم نختبر محبة الله اللامتناهية، المحبة التي لا تفرق ولا تميز ولا تقصي أحداً، مبينا أن اللجنة المسيحية والإسلامية في المركز دأبت على ترجمة رسالة المحبة وتفعيلها عمليا بكل طاقاتها، واضعة على رأس أولوياتها الاهتمام بأصحاب الإعاقة الجسدية من أبناء الأردن الحبيب. يطيب لنا أن نرحب بكم جميعا أجمل ترحيب في هذا المساء الطيب وفي هذه الواحة المباركة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم بحق أحب الناس على قلوبنا،
فنعيش لحظات من المحبة والألفة ستبقى ذكراها حية في أذهاننا جميعا مسيحيين ومسلمين في هذا الشهر الفضيل المبارك. إن رسالة هذا المركز تتمحور حول الإنسان، وتأتي الأولوية لمن هو بحاجة إلى مساعدة ترفع عنه شيئا من معاناته الجسدية وتجعله يشعر بكرامته الإنسانية وحقه بالحياة. وإذ يمر على هذا المركز وفي كل عام مئات الأشخاص، فإننا نختبر معهم محبة الله اللامتناهية، المحبة التي لا تفرق ولا تميز ولا تدين ولا تقصي أحدا. لقد دابت لجنة مركز سيدة السلام المسيحية والإسلامية في محافظة العاصمة على ترجمة هذه الرسالة، رسالة المحبة بكل طاقاتها، وها إنها تمضي بعزم وثبات وإيمان بهذه الخدمة المجانية. وكانت رئيسة اللجنة سميرة ريحاني قد أكدت في بداية الحفل أن هذا اللقاء هو تعبير عن المحبة والوئام والتسامح خلال شهر رمضان الفضيل، والذي تتجلى فيه معاني التقارب والتواصل بين الآخرين والشعور مع بعضهم بعضاً والتقاء الجميع على الخير والعطاء وخدمة الإنسان وخاصة الأشد حاجة. ما لقاؤنا اليوم إلا تعبيراً عن المحبة والوئام والتسامح والذي يتصف به هذا الشهر الفضيل والذي تتجلى فيه معاني التقارب والتواصل بين الآخرين والشعور ببعضهم البعض والالتقاء على الخير والعطاء وخدمة الإنسان وخاصة الأشد حاجة إلينا. احتفلت رعية قلب يسوع الأقدس اللاتين في تلاع العلي بعيد قلب يسوع الأقدس، وهو عيد الرعية، وذلك بقداس إلهي ترأسه الأب علاء مشربش راعي الكنيسة، بمشاركة عدد من الأباء الكهنة وبحضور جموع من المؤمنين وأخوية الرعية وأفراد الجوقة والشبيبة وكشافة الكنيسة. تحدث الأب مشربش في عظة القداس عن تاريخ التكريم والتعبد لقلب يسوع الأقدس، حيث تحتفل كافة الكنائس في العالم التي تحمل ذات الاسم بهذا اليوم الذي يعتبر عيداً لتأسيس الرعية. وفي ختام القداس أقيم في باحة الكنيسة احتفال بهذه المناسبة التأم فيها الجميع مهنئين بعيد رعيتهم. اليوم مناسبة جميلة، نجتمع كعيلة واحدة، كرعية واحدة، كجماعة واحدة حول القلب الإلهي، قلب يسوع، وأيضا نقدم له الإكرام اللائق والحب المتبادل بيننا وبين الله. اليوم هاي المناسبة عزيزة على قلبنا، سمي كنيستنا، ونحن نفتخر أنه إحنا كنيستنا باسم قلب يسوع الأقدس. من جديد اليوم نطلب من الرب يسوع أنه يعلمنا فعلا أن نعيش الوداعة والتواضع على حسب قلب الأقدس، وأن نكون أيضا من مكرمي وشاهدي لحب الله في مجتمعنا وفي حياتنا. شكرا لكم، بتمنى للجميع عيد سعيد، كل سنة وأنتم سالمين، ورعيتنا في قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي بخير أيضا. وأيضا نشكر قناة نورسات اللي دائما بتغطي احتفالاتنا ومناسباتنا الرعوية. كل سنة وأنتم سالمين. يا يسوع الوداع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك الأقدس. أقيم على مسرح مدرسة الروم الكاثوليك في جبل عمان حفل تخريج طلاب المرحلة الثانوية الذي رعاه المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة باترا وفيلادلفيا وسائر الأردن وسط حضور جمع من الأهالي والمدعوين. المزيد في التقرير التالي. تحت
رعاية سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن، احتفلت مدرسة الروم الكاثوليك في منطقة جبل عمان بتخريج طلبة الصف العاشر وطلبة المرحلة التمهيدية بحضور مدير عام مدارس مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك الأب جهاد عماري والأرشمندريت نادر ساووق راعي كنيسة السيدة العذراء للروم الكاثوليك، ومديرة المدرسة السيدة عبير مصلح، ومديرة الروضة السيدة زاهية السلكاوي، والطاقم الإداري والتدريسي، وأهالي وذوي الطلبة وجمع من المدعوين. وألقت السيدة عبير مصلح كلمة رحبت فيها بسيادة المطران وبالضيوف الكرام وقالت: اليوم وقد اجتمعنا في بيتنا الثاني، بيت التربية والعلم، بيت يملأنا بالحب والعطاء لنقدم له كل الاحترام، ضارعين لله أن يبارك مسيرة أبنائنا وأطفالنا التعليمية. ما أجمل هذا اللقاء، لقاء سنوي تتجدد فيه الوجوه وتتجدد النشاطات، لكن لهذا العام نكهة خاصة، فهناك وجوه قد شرفتنا وزينت حفلنا هذا. إنه سيدنا الحبيب كير جوزيف جبارة الكلي الوقار، قد شرفنا بحضوره ونورنا بوجوده، جاء بكل عزم وهمة ليعزز عملنا ويرعى حفلنا ويبارك طلبتنا، فأهلا وسهلا بك مطرانا لأبرشيتنا. وقدم الطلبة الخريجون من الصف العاشر كلمات شكر وثناء للإدارة والمدرسة ولجمع الكادر التعليمي على ما بذلوه وقدموه من عطاء وتفان خلال الأعوام الدراسية، كما اشتمل الحفل أيضا على فقرات منوعة باللغات العربية والفرنسية وتقديم عروض مسرحية ووطنية وشعرية قدمها طلاب المرحلة التمهيدية، بالإضافة إلى عرض فيلم قصير حول إنجازات المدرسة خلال العام الدراسي المنصرم ونشاطاتها المميزة. وفي ختام الحفل وتسليم الدروع التكريمية والشهادات للطلبة الخريجين، ألقى سيادة المطران جبارة كلمة قال فيها: أقدم الشكر للإدارة العامة في المدرسة بكافة كوادرها لكل الجهود التي بذلت، شاداً على يد كل واحد منكم، وأقول له: لقد تعبتم في التحضير والتدريس وسعيتم لنقل المعرفة والتربية لطلابنا الأعزاء، وغرستم في نفوسهم حب البحث عن الحقيقة، وزرعتم في عقولهم روح النقد البناء، وها هي جهودكم تكلل من خلال هذا الحفل الكريم، مهنئاً أيضاً ذوي الطلبة بفرحة تخرج أبنائهم، متمنياً لهم مزيداً من النجاح. وها إن جهودكم تكلل اليوم من خلال هذا الحفل الكريم، فألف شكر لكم. وأقول للأهل الكرام: فرحتكم هي فرحتنا جميعا، والذي انتظرتموه منذ سنوات طويلة وبذلتم في سبيله الغالي والرخيص يتحقق أمام أعينكم حينما تنظرون فلذات أكبادكم يتخرجون من الصف العاشر والروضة
لينتقلوا إلى الصف الحادي عشر. فرح الله قلوبكم بهم حينما تنظرونهم شبانا وشابات يتخرجون من الجامعة ويدخلون معترك الحياة. الأستاذة الجامعية الدكتورة إلهام عماري في مطرانية الروم الكاثوليك أم السماق محاضرة قيمة حول موعظة يسوع على الجبل، ركزت فيها أمام رعية أخوية سيدة المعونة الدائمة على مدى استعداد القلب الصافي للمحبة والعطاء في تقديم الخدمة للآخرين والتعمق في الإيمان والحياة الروحية. كما قدمت الدكتورة عماري في محاضرتها شرحا مفصلا عن التطويبات الثمانية الواردة في الكتاب المقدس وسبل الوصول إلى الملكوت السماوي. هذه الموعظة هي الأشهر بالتاريخ، لأنه يسوع أعطانا فكرة لرعايا كيف يوصلوا للملكوت السماوي. حكالنا كيف الإنسان، لا إحنا أجسادنا هيكل للروح القدس، وبده أنه إحنا هيكل للروح القدس هذا يكون طاهر ونظيف حتى روح الرب روح يسوع تسكن فينا. فهو أعطانا دستور العرش والطريقة، وهي معيار وسلم روحي بيرتقي عليه المؤمن ليوصل للملكوت. الملكوت مش بسهولة بيحصل واحد عليه، لازم إحنا نعيش مع يسوع ونعيش زي ما بده يكون يسوع بده إيانا نكون مساكين بالروح، نكون رحماء. كل التطويبات هي بركة، لأن يسوع بيبدأ بالبركات لأنه هو مصدر البركة والخير والنعمة والقداسة والبر. فيسوع بده نعيش بكل هاي التطويبات حتى نقدر نوصل للملكوت السماوي. احنا هون خيمتنا الأرضية، احنا مهما طال فينا الزمن احنا مش هون نهايتنا الحياة الأبدية مع يسوع بالملكوت اللي هو عدو للمؤمنين للي بيآمنوا فيه وللي حياتهم مع يسوع هو بيسكن فينا. واحنا بنشكر الرب على كل عطاياه، وبنشكر الرب على كلامه، بنشكر الرب على الوعود اللي أعطانا إياها بالكتاب المقدس وهاي الموعظة. وإن شاء الله الناس تكون استفادت. احنا عندنا معلومات، هي غنية جدا بالمعلومات، لكن حبذا لو الناس تعيش زي ما بده يسوع ونسلك بالمحبة زي ما حكى لنا يسوع، لأنه هي المحبة هي الأصل. لأنه بيقول أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة لكن أعظمهم المحبة. فأنشودة المحبة هي اللي بتسير كل شيء. إنسان عنده محبة لأخيه الإنسان لأي حدا، ما يكون عندنا هاي الشقاقات وما يكونش عندنا نحطين نظارات ونصدر أحكام على الناس، نشوفها بعيون يسوع ونشوف الناس بقلب يسوع زي ما بده إيانا. شكرا لكم والرب يبارككم. وتأتي هذه المحاضرة ضمن اللقاءات الأسبوعية التي تنظمها الأخوية في المطرانية على مدار العام. كان نوع المحاضرة هي كتير رائعة، هي الاستعداد القلب الصافي للمحبة والعطاء والخدمة. التطويبات هي عددها 8، كانت كتير رائعة في شرحها لمواد المواد التطويبات وشو الهدف منها. هذا لقاء أسبوعي دائما بنعمله بالأخوية، كل مرة نستضيف شخصية معينة، وهي خدمة انبساطة اليوم انه كان في حضور للأخوية والرعية وحضور الآباء معنا. وشكرا للنورسات على تغذيتها الدائمة لنشاطاتنا. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. المطران جبارة يزور رعية السيدة العذراء للروم الكاثوليك بجبل عمان. رئيس الأساقفة بيتسبالا يرعى حفل الإفطار الرمضاني بسيدة السلام. كنيسة قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي تحتفل بعيد رعيتها. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.